اللهم ارزقنا الأنس بك والحياء منك والطمأنينة بذكرك. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء والصفاء، وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار الاختبار والابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وحسابا يسيرا وجنة وحريرا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.